أكد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أن الانقلاب فقد كل مقومات البقاء ويسير نحو نهايته، داعيا في الوقت نفسه إلى حوار وطني شامل دون إقصاء. وقال في مقابلة له على قناة الزيتونة إن الرئيس التونسي قيس سعيد يصر على حكم الفرد والاستبداد ويصف معارضيه بالشياطين والخونة. وأشار الغنوشي في حديثه إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والتي تفاقمت أكثر منذ انقلاب سعيد كما قال. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس السيد بالقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ومستشار رئيس الحركة. أرحب بك سيد بالقاسم. إذا دعوة لحوار وطني شامل من قبل أكبر حزب سياسي في تونس، إلى أي مدى جاءت هذه الدعوة متأخرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الكريم على الاستضافة، شكرا لقناة الحوار، تحياتي لك شخصيا، تحياتي لكل المشاهدات والمشاهدين في تونس وفي البلاد العربية عامة. سيدي، منطق الدعوة للحوار هو شعار قار عند الأخ رئيس الحركة وعند حركة النهضة تحديدا، وهذا الموقف تتبناه جبهة الخلاص الوطني. نحن مع حوار وطني شامل واسع غير إقصائي وغير مشروط، لا أساس له سوى الديمقراطية والشرعية والتوافق الوطني من أجل تونس. الأخ رئيس الحركة البارحة كان واضحا جدا من خلال دعوة هذه الحوار في التأكيد على ثلاث نقاط هامة جدا. النقطة الأولى هي أن تونس كل مشاكلها تعالج فقط بالحوار، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للتوافق بين التونسيين على المشترك، والمشترك كثير، السياسي الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي والقضايا ذات الخلاف كلها لا تحل إلا بالحوار. وقال الحمد لله يا ربي نحن بقينا في صراعات في مشكلات واخذين جوائز عالمية على الحوار. النقطة الثانية هي أن هذا الحوار يجب أن يكون على أساس دستور 2014، على أساس الشرعية الدستورية والشرعية الديمقراطية. هناك مؤسسات دستورية في تونس على رأسها مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة، وأؤكد كثيرا على كلمة المستقلة للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة مراقبة دستورية القوانين. هذه الهيئات كلها هي جزء من المشهد الدستوري الديمقراطي، لا بد من الرجوع إليها والتأسيس عليها. هذا النقطة الثانية، دستور 2014 والمؤسسات الدستورية. والنقطة الثالثة هي هذا الحوار يكون بين كل القوى الديمقراطية الرافضة للانقلاب، وليس مع الانقلاب ولا مع المنقلب بأي اتحاد. هذول ثلاثة نقاط. طبعا فيها تفاصيل الحوار بعد أن يؤدي إلى قضواني وإلى حكومة تتولى تسيير البلاد إلى آخره. طيب ولكن سيد بالقاسم، يعني أن تأتي الدعوة من رئيس أكبر حزب سياسي في تونس، هل تكفي الدعوة أم يجب على هذا الحزب كأكبر حزب في البلاد أن يقود القاطرة، يتحرك عمليا من أجل تحقيق هذا الحوار، أليس كذلك؟ نعم، هذا كلام معقول وجيد وطبيعي. حركة النهضة يوم 25 جويلية تموز 2021 كان الحزب الوحيد الذي أدان الانقلاب وقال هذا انقلاب، ووقف أمام البرلمان اللي قال رئيس المجلس البارحة احنا دخلنا له بالانتخابات وخرجنا منه بدبابة. قفنا أمام الدبابة وقلنا نحن مع شرعية تمسك بها. بعد شهر ونيف 18 سبتمبر أيلول، 26 سبتمبر أيلول، خرجت أول التحركات الشعبية الديمقراطية بقيادة المواطنين ضد الانقلاب وفي قلبها حركة النهضة. ثم في شهر أيار 2022 أصبحت حركة المواطنين ضد الانقلاب جزء
من حراك اسمه جبهة الخلاص الوطني اللي فيها 7 أحزاب سياسية وخمسة جمعيات مدنية، وكلها هذا البرنامج بتاع الحوار وبتاع الإنقاذ، الحوار والإنقاذ والتمسك بالدستور وبالشرعية. هذا برنامج ليس حركة النهضة فقط، حركة النهضة تقدمت به وهي جزء لا يتجزأ من الحراك السياسي الديمقراطي والشارع الديمقراطي الميداني الذي أصبح كله ضد الانقلاب. وهكذا أن حركة النهضة تقوم بجبهة الوطني والديمقراطي والدستوري في نفس الآن، ونحن على ثقة تامة بأننا بحول الله سوف ننتصر وسوف يسقط الانقلاب، خاصة كما ذكرت أمام الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد جراء هذا الانقلاب اللي هو الخطر الداهم الحقيقي، الخطر الغاشم الحقيقي، هو انقلاب سافر وغادر على الديمقراطية حتى حد طيب. أعطى قيس سعيد هذه الصلاحية بس يتولى هو الإجراءات اللي هي مديحة حتى جزء إصلاحي على الإطلاق. طيب ولكن كيف سيد بالقاسم؟ يعني سؤال يطرح كثيرا، كيف سيتم إسقاط هذا الانقلاب وهو يتغول أكثر، وتابعنا الأحكام القضائية على برلمانيين من قبل المحكمة العسكرية وعمليات الاعتقال من المنازل؟ أنا أقصد ما هي الخطوات العملية، ما هي الخطوات العملية وما هي الآليات لدى حركة النهضة والأحزاب السياسية من أجل العمل على وقف هذا الاستبداد وحكم الفرد كما قال الغنوشي؟ احنا نعي جيدا ان السؤال الجوهري المطروح في مختلف الملاحظين والمراقبين امام موقفنا الثابت في اسقاط الانقلاب وانقاذ تونس هو كيف سيسقط الانقلاب، وربما متى سيسقط، ويعني ما هو البديل عنه. هذه اسئله تطرحناها كثيرا وتطرحها الشارع السياسي الوطني وكذلك الملاحظين والمراقبين في العالم بيسكتوا. احنا اولا احزاب ديمقراطيه مدنيه نناضل بالوسائل السلميه الديمقراطيه والمدنيه، ونحن لا نغالط انفسنا، نحن لا نرى حتى لا يخاب ظننا واملنا ويصير عندنا احباط، نحن لا نتصور انه بالنزول للنضال السلمي هذا الميداني بمحاور عديدة الحقيقة، فيها الإعلان وفيها الدبلوماسي وفيها المطلب وغيره، أنه سيسقط الانقلاب، لأن الانقلاب أتت به قوى أخرى غير الشارع وغير الأحزاب وغير القوات الديمقراطية، أتت به قوى وله سند يعني داخلي وخارجي. هذه القوى التي أتت به عندما تتأكد أنه مشروع خطير على وحدة البلاد وخطير على اقتصاد البلاد وخطير على استقرار البلاد، فهي سوف تدرك أن هذا الانقلاب هو الخطر الداهم الحقيقي. احنا في الشارع السياسي الديمقراطي بطرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني واقفين ضده، لأننا مع الديمقراطية، احنا مش لأننا احنا قيس سعيد على فكرة، احنا هم اللي انتخبناه. الدور الثاني انتخبات حركة النهضة وانتخبها التيار الديمقراطي وانتخبها ائتلاف الكرامة، وبهم هم جاءت المليونين و700 ألف، الدور الأول جاب 600 ألف. هو هؤلاء اليوم ضده بشكل تام، وقيس سعيد لا يستطيع أن يتقدم مرة أخرى للانتخابات رئاسية لأنه يعرف أنه فقد ثقته، حتى الذين انتخبوه في الدور الأول فقد ثقتهم، فقد ثقة الذين كانوا معه في بداية الانقلاب، الأستاذ صادق بالعيد، الأستاذ أمين محفوظ، الأستاذ صغير الزكهاوي، هذول كانوا ينظرون له، اليوم يرونه خطرا كبيرا على الديمقراطية وعلى تونس. نعم. هذه القوى تتأكد أنه خطير وسوف ترفع يد الحماية عنه، وهو في عزلة وهو يرقص رقصة الديك المذبوح، وبالتالي فهو ساقط بحول الله لا محالة، وسنستعيد الديمقراطية ويكون قيس سعيد مجرد قوس في مسار الثورة والديمقراطية في تونس، وهذا طبيعي عرفته أغلب ثورات نعم. العالم في حركة مد والجزء والتراجع والتقدم إلى آخره. نأمل كل الخير لتونس ولكل بلادنا. أشكرك جزيلا سيد بالقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ومستشار رئيس الحركة.